طيب نبدأ في موضوع الديب ليرنينج. ديب ليرنينج هنا بدنا نرجع على ماشين ليرنينج فور ايفريون. ماشين ليرنينج فور ايفريون هنا عشان نفهم ايش القصة بالضبط. ماشين ليرنينج فور ايفريون بدي ارجع اذكرك بالتقسيمة اللي احنا حكيناها. حكينا انه الارتفيشال انتليجنس هو الموضوع الكبير في من ضمن المواضيع تحت الـ AI الماشين ليرنينج. في الماشين ليرنينج في انا عندي طرق كثيرة شفناها: سبورت فيكتور ماشين، راندوم فورست، ديسيجن تريز، كينيرست نيبورز، من ضمن المواضيع النيورال نتوركس. وفي انا عندي نوع خاص من النيورال نتوركس اللي هو الديب نتورك واللي بنستخدم معاه الديب ليرنينج. كتعريف خلينا نشوف تعريف. عرفنا شو معنات الماشين ليرنينج، بدنا نشوف ايش هي النيورال نتوركس تمام، وايش هو الديب ليرنينج. مفهوم النيورال نتوركس هي الشبكات العصبية. طبعا موضوع الـ AI بدأ في الخمسينات، انه فعلا انه الانسان بدا انه هو يفكر انه كيف انه ممكن نعمل سيستمز ذكيه. وطبعا طبيعه البشر انه هي ممكن انه هي انه تخلق او انه هي تعمل شغله معينه، تنجئ شغله معينه، ولكن بمثال سابق يعني على سبيل المثال الطيارة، كيف انه تم تصميم الطيارة بهذا الشكل. طبعا بطبيعة الحال انه الانسان استوحى من الطائر انه هو في عنده جناحين والديل تبعه، والديل تبعه مهم جدا في التوجيه وفي تحقيق التوازن في الطائرة، فبالتالي انه تم بناء الطائرة بناء على نموذج الطائر. طبعا الخالق سبحانه وتعالى هو لوحده بيخلق بدون مثال سابق، لكن البشر بده يعمل شغلة معينة بيكون بمثال سابق. بدك تعمل أجهزة اتصال لاسلكي، انت بتعرف ان الحشرات في عندها قرون استشعار وبتستشعر الإشارات اللاسلكية، فبالتالي الموضوع برضو مستوحى من هذا الإشي تمام. بدك انه اي شغلة انه انت بتخطر في بالك لها مثال سابق موجود في الطبيعة تمام. كذلك الحال بالنسبة للذكاء الاصطناعي. احنا اول ما جينا بدنا نعمل، احنا كبشر يعني بقصد، احنا كبشر اول ما جينا نعمل ذكاء اصطناعي ايش خطر في بالنا؟ وين مكان الذكاء في الانسان؟ مخ الانسان. من ايش مكون؟ مكون من خلايا عصبية. فالخلايا العصبية هي فعليا انه عبارة عن شبكة، يعني الخلية هي عبارة مكونة من بادي تمام، وإلها مجموعة من الانبوت وإلها اوتبوت. وفعليا كيف بتم التعامل يعني انه او كيف تشتغل الخلايا العصبية؟ من خلال اشارات كهروكيميائية. يعني كل الموضوع عبارة عن كيمياء واشارات كهربائية. فبالتالي انه لما يكون في عندك شعور معين او بيكون في عندك حالة معينة في ذهنك، بيكون مثلا في كيمياء معينة في الدماغ بتؤدي لتوليد إشارات كهربائية، بتكون هي إنبوت للخلية العصبية بيؤدي إنه يكون في أكشن معين اللي هو الأوتبوت. طبعاً دماغ الإنسان فيه ملايين الخلايا، ملايين الخلايا. فإحنا أول ما يجينا نعمل إنه خلينا نعمل شغلة مشابهة، نعمل خلايا عصبية زي هيك ونوصلها مع بعض، هل فعلاً إنه هي ممكن تشتغل؟ إيش الخصائص تبعت دماغ الإنسان؟ عنده القدرة إنه هو يتعلم. هل فعلًا إحنا نقدر نخلي الارتيفيشل نيورال نتوركس إنه هي تتعلم؟ وكذلك في عنده القدرة على الذاكرة. هل فعلًا نقدر نخلي الارتيفيشل نيورال نتوركس إنه يكون في عندها مقدرة إنه تعمل ميمورايز أو يكون في عندها الذاكرة؟ تمام؟ فهذا الكلام ما جاش مرة واحدة، إجا لغاية 2010. احنا فعلا كان في عنا المقدرة انه يكون في عنا
شبكات عصبية ممكن تحاكي ذاكرة الإنسان بطريقة فعلاً إنه تعمل generation لتكست أو تعمل generation لإيمج أو تحاكي قدرة الإنسان في التعلم لشغلات معقدة. طبعاً النيورال نتوركس في حد ذاتها بديش أنا أدخل لك في الهيستوري تبعها، في عندك هنا في الرابط التايم لاين تبع النيورال نتورك، لأنه فيها فترات صعود وفيها فترات هبوط. حتى الاي اي نفسه في حد ذاته في كان في فترات في كان اكتيف ريسيرش فيه وكان في هبوط بشكل كبير بسبب انه كان في احباط انه ما فيش نتائج. فالنيورال نتوركس انه الفكره تبعتها انه بيكون في عندي الارتفيشال نيورال نتوركس، انه انا بيكون في عندي نيورون خليه عصبيه تمام، وبيكون فيها انبوت. الانبوت هذه بتمثل فيتشرز على سبيل المثال او اوتبوت جاي انا عندي من نيورون تاني. طبعا كل انبوت هذا بيكون في له ويت تمام، والويت هذا باخده بعمل عليه اجراء عمليه حسابيه معينه اللي هي الاكتيفيشن. يعني على سبيل المثال هنا انا عملت سم اللي هو عباره عن حاصل الضرب الانبوت في الويت 10 في 0.5 7 في 0.1 3 في 0.1. طبعا فكرة الويت انه انت بتدي اهمية لانبوت معين على انبوت تاني، وامكانية التعلم انه انت تدي اهمية لانبوت معين. البشر هيك فعلا، انه انا في عندي اكتر من انبوت تمام، فيفترض انه يكون في عندك القدرة انه انت تدي انبوت معين اهمية والبقية انه تقلل الاهمية تبعته. فبالتالي انه انت بيكون في عندك اكشن معين حسب الانبوت هذا اللي له اكثر اهميه. فبالتالي واضح جدا انه الانبوت هذا 10 بالضبط. انا بحكيش هنا عن فاليو، ممكن تكون الثلاثه انه الاهميه تبعتها 0.9 تمام. فبالتالي بياثر في الاوتبوت بشكل كبير، انه انت مثلا تعمل رياكشن معين تمام. افترض انه انت قاعد ماشي في السياره وفجاه ظهر عندك قدامك اوبجكت صدفه هيك بشكل سريع جدا، فانت بدك تتفاداه. فبالتالي الاوبجكت هذا اللي اجى امامك الانبوت هذا كانبوت بياخد اهمية عالية عشان الاكشن تبعك يكون immediate وتاخد اكشن بشكل سريع. فهي النيورال نتورك. يعني على سبيل المثال بدنا نعمل النيورال نتورك ان احنا فعلا نخليها تقدر تتعلم انه هي تتعرف على الهاند ريتن ديجيتس. الهاند ريتن ديجيتس طبعا البرينتد في لها نمط كتير محدد، لكن الصعوبة في الموضوع الهاند ريتن، لانه في منا بيكتب الثلاثة زي هيك. واحد من الناس بيجي بيحب بيكتب الثلاثة زي هيك، في ناس بتكتب زي هيك ثلاثة، في ناس بتحب تكتب الاثنين زي هيك، في ناس بتحب انه تتفنن في الموضوع وتعمل زي هيك تمام. فبالتالي الهاند ريتن ريكوجنيشن انه هو بيختلف، وانه انت تصمم طبعا احنا كهيومن هذه شغلة بديهية بالنسبة لنا تمام. لكن في النيورال نتوركس بدنا نشوف كيف ممكن نرتب الموضوع. كيف بالضبط؟ حسب نمط معين. فبدنا نخلي يعني يعني هو الموضوع هو تعرف على انماط. هل في لها نمط معين؟ اكيد انه الاثنين هاي والاثنين هاي في لها نمط. يعني بالضبط كيف ممكن نجيب النمط هذا؟ نتعامل احنا مع raw data، مع images، مع pixels. فبالتالي بدي احدد هاي الشغله انه يكون في عندي الانبوت على سبيل المثال 28 في 28 بكسل لازم اثبته، لانه عدد الانبوت في النيورال نتورك بده يكون محدود خلاص. فبالتالي كل بكسل بيمثل انا عندي انبوت هنا، فانا عندي 28 في 28 بيطلع انا عندي 700 وإشي تمام، 700 نيورون كانبوت تمام. وبعديها بده يكون انا عندي هذه فولي كونكتد نيورال نتورك او مالتي لاير بيرسبترون، بده يكون في عندي طبقه ثانيه وثالثه ورابعه ان من الطبقات تمام. هذه بسميها هيدن لايرز لانه جايه بين الانبوت والاوتبوت، والاوتبوت عاده بيكون على حسب عدد الكلاسز. ايش المطلوب مني؟ ديجيت ريكوجنيشن
فبالتالي من 0 ل 9. فبالتالي حسب الانبوت هذه يفترض انه هو يتعلم انه بمعنى هي حرفيا زي هيك انه يضوي نيورونز معينه انه من هذا الانبوت دوى هذا النيورون وهذا 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 ادى لانه هو يضوي نيورونز معينه في الطبقه الثانيه، كذلك الحال بالنسبه للطبقه الثالثه في النهايه انه ادى انه اكثر النيورون يكون ضاوي اللي هو 4 عشان انه هو يتعرف عليه. طبعا هذا الكلام في البداية بيكون فشل ذريع جدا في بداية التعلم، فكيف بدنا نخليه انه هو يتعلم؟ بنروح نحسب الايرور وبروح بعمل له باك بروبوجيت، نحسب الايرور وبعمل له باك بروبوجيت. الايرور هذا بنحسبه انه يفترض انه هدول كلهم زيروز يكون ما عدا هذا النيورون يكون يطلع الاوتبوت واحد، فبالتالي بنقدر نحسب الايرور وبنقول للطبقة اللي قبليها لو سمحت عشان تطلع لي اوتبوت زي هيك عدل الويتس هدول اللي هو بين النيورون بين الطبقة هاي وبين الطبقة هاي، شايف الكونكشنز هدول كلها كل واحدة فيها بتمثل يود ويت. بقول له لو سمحت عدل لي الويتس بحيث انه انت تطلع لي الاوتبوت الصح، والطبقة هذه بتروح بتعمل باك بروبوجيت للطبقة اللي قبلها، بتقول طيب ما دام انه انا المفروض انه انا اعدل الويت عشان اطلع زي هيك، هو يفترض كمان انه هو يعدل الانبوت عندي، فبقول له لو سمحت عدل الويت عندك في الطبقه اللي قبل، وهكذا لغايه لما نصل للانبوت اللي هو الويت تبعتها نعدلها. فبالتالي هي عباره عن سيرش بروبلم، انه احنا بدنا ندور على الاوبتيمال ويت اللي بتجيب لي لكل لكل التريننج داتا الاوتبوت الصح. تمام، نرجع هنا للموضوع. شفنا ايش معنات النيورال نتورك بشكل مبسط، وانه احنا ممكن نعلمها بالجوريثم اسمه مشهور جدا اسمه باك بروبوجيشن الجوريثم او المالتي لاير باك بروبوجيشن الجوريثم. هنا الديب ليرنينج هي عبارة عن طريقة حديثة للتريننج باستخدام النيورال نتوركس تحديدا. يعني الديب ليرنينج بده يخطر في باله خلاص النيورال نتوركس، يبقى الديب ليرنينج مرتبط دائما بالنيورال نتورك. تمام، فبالتالي النيورال نتورك هذه فيها اركيتكتشر جديدة حديثة غير اللي احنا شفناها قبل شوية المالتي لاير بيرسبترون. هاجيت هنتعرف على الانواع تبعتها، لانه مهم جدا انه انت تختار الاركيتكتشر حسب التطبيق. تمام، حاليا بيحكي لي شغلة مهمة، يعني بدناش يعني نروح باتجاه يعني باز ووردز. الديب ليرنينج هو في النهاية عبارة عن ليرنينج، هي ماشين ليرنينج في النهاية، لأنه ما دام أنت في عندك إنبوت وما دام في عندك أوتبوت بغض النظر عن الأركيتكتشر وبغض النظر عن الألجوريثم، هي عبارة عن ماشين ليرنينج في النهاية، يعني إنه هاي الإنبوت بحسب الإيرور وبعمل أدجستمنت للموديل حسب الإيرور هذا. تمام؟ طيب لو سألتك سؤال، وقتيش بدنا نستخدم ديب ليرنينج؟ يبقى التصنيفات هذه إحنا ممكن نصنف إنه أنا عندي التايبس للماشين ليرنينج، أنا في عندي الكلاسيكال ماشين ليرنينج، هذا عادة بستخدمه للسيمبل داتا لما تكون الفيتشرز كلير على الآخر زي الأيريس داتا سيت، زهرة الأيريس. تمام، وزي الهاوسينج اللي هو الهاوسينج برايسز داتا سيت المالبورن داتا سيت، انه الفيتشرز انه كلير، انه هي عباره عن نمبرز، بضل انه انت تشتغل على الموضوع تشوف في انت في عندك ليكج في البيانات، وانه انت تختار تعمل عمليات معينه ترانسفورميشن معينه على الاتريبيوتس، سواء كان تتعامل مع الميسنج فاليو او تعمل انكودنج بحيث انه انت تحصل نتائج كويسه. تمام، هذا كلاسيكال. في عندي النوع الثاني اللي هو الانسمبل. ايش هو الانسمبل؟ مر علينا انه انا بعمل كومباينيشن اكثر من موديل، تمام، عشان احصل على الديسيجن في النهايه، فبالتالي بيعمل افريجنج او فوتنج للاوتبوت زي الراندوم فورست، هي عباره عن اكثر من ديسيجن تري بعملهم كومباينيشن. بالضبط، هنا
بستخدمه لما فعلا انا بدي كواليتي كتير ممتازه للموديل تبعتي في الابلكيشن. يعني الكلاسيكال لا مش محصله النتيجه المطلوبه، ممكن ادور نعمل اوبتمايز باستخدام الانسمبل، وهذا اسلوب شائع انه انت بتروح كلاسيكال وبعديها بتروح انسمبل عشان تستخدم عشان تحسن النتائج. طيب متى بروح للديب؟ لما يكون في عندي كومبليكيتد داتا والفيتشرز مش واضحه، ساعتها بروح للنيورال نتورك والديب ليرنينج. السؤال الان، ممكن انه الانسمبل انا ما حصلتش فيها نتائج، ممكن اروح على الديب؟ ممكن، ممكن جدا. فبالتالي هنا الفكره في الموضوع انه انت بتجرب الكلاسيكال، لو كانت البيانات دقيقه ما زبطش الوضع بدك تحسن النتيجه بتروح باتجاه الانسمبل، ما زبطش الوضع باتجاه الانسمبل ما حصلتش الكواليتي المطلوبه ممكن تروح باتجاه الديب. اما اذا الفيتشرز من البدايه مش كلير وهو لوحده بدنا نخليه يعمل فيتشر انجينيرنج، ساعتها بروح بالديب ليرنينج. فيتشر الفيتشر انجينيرنج احنا بنعرف بشكل بديهي، زي ما شفنا الادرس احنا حولناه لارقام، وزي ما احنا شفنا انه اتريبيوت معينه لازم ان احنا نعالجها بطريقه معينه سواء كانت كاتيجوريكال او يعني نومينال او اوردينال. تمام، هاي الشغله لو ما كانتش واضحه بالنسبه لي الفيتشرز مش واضحه، ساعتها بروح باتجاه الديب. بضل انا عندي النوع هذا اللي هو الري انفورسمنت ليرنينج. هنا انا ما عنديش بيانات خالص. هذا الكلام اللي انا بحكيه مهم جدا يا جماعه في الداتا ساينس، انه انت كيف بدك تتجه باسلوب معين حسب الوضع عندك. ما فيش بيانات، بروح باتجاه الري انفورسمنت. مفهوم الري انفورسمنت انه انا بروح باتجاه الثواب والعقاب. يعني انا موجود في بيئه والبيئه هذه ما عنديش بيانات خالص، والمفترض انه انا اتعلم، فكيف انه انا بتعلم؟ هذه الشغله موجوده داخل الانسان، انه انا في عندي شغله سخنه هنا ما عنديش اي انفورميشن على الاوبجكت هذا، واجيت مسكته بايدي فبالتالي بيكون في عقاب. ايش هو العقاب؟ انه ايدي بتلتسع على طول، بسحب ايدي، فبالتالي بعمل خطا. المره الجايه لما بدي امسك الشغله هذه لا، بكون حذر بهذا الشكل. اورجي لك مثال هنا انه فعلا انه انت ممكن تخلي النيورال نتورك انه هي تتعلم تلعب سوبر ماريو لحالها، يبقى هنا انه انت عندك روبوت موجود في بيئة ما عندوش بيانات خالص، فبالتالي هنا اكشن خليه يعمل اكشن اللي هو بده اياها. طبعا الاكشن هذه بيكون فيها لها عواقب، يا اما ريورد يا اما بانشمنت. شو التطبيقات تبعتها؟ السيلف درايفنج كارز، الروبوت فاكوم اللي هو اللي بنظف. تمام، الجيمز، خلينا نشوف مثال في الجيم اللي هو سوبر ماريو. سوبر ماريو، وينك يا سوبر ماريو؟ هي هذه. And it always evolved out of those ruts. Let's take a look at a few that is not human. It's a computer program I wrote called Mario. This program started. شايف هذا قاعد بيلعب لوحده. Nothing about Super Mario World or Super Nintendo's. In fact, it didn't even know that pressing. شايف الحركات اللي بيسويها؟ كيف إنه هو يتعلم إنه هو يخلص الليفل؟ خلي أسرع لك شوي عشان تشوف. بالضبط، خلينا نرجع من البداية عشان نشوف. لا، ما هو بده ينط وبده يتجنب الخطأ.
ليش؟ لأنه في عقاب. إيش في أنت عندك عقاب؟ عندك هنا الفتنس، في عندك قديش إنه هو عنده لايف، تمام؟ وإنه أنت بدك إنه أنت تخلص ليفل معين. فبالتالي أنا عندي هنا هاي النيورال نتورك، الانبوت تبعها هو عبارة عن الماب تبعت الفيديو، إنه هي عندك الأوبجكتس اللي هنا هذا عبارة عن عوائق، أو عفوا هي عبارة عن المنطقة هاي، هذه المنطقة اللي هو ماشي عليها، هو موجود هنا، تمام؟ إيش أنت عندك الأوتبوت؟ الأزرار تبعت الكيبورد، الأكشن A B X Y Up Down Left Right. مش أنت بتلعب تعمل زي هيك؟ إحنا نخليه إنه كل واحدة مرتبطة بنيورون. لما يضوي نيورون الـ A خلاص مفروض إنه هو بيضغط على الـ A في لحظات معينة، كذلك الـ Up والRight وكل هذا الكلام. فبالتالي إنه هو بيبقى ماشي زي هيك، هيو ببطر. It's a simple mathematical model for how a brain works. شفت كيف انه هذه قاعده بتضوي وبتطفي، تضوي وبتطفي، هيك بيلعب صح. هو هيك خلص انه هو يتعلم كل نيورون من هنا بيضوي وبيطفي عشان يعمل اكشن معين. شايف الخريطه هذه اللي تحت اللي هو الارضيه اللي بيمشي عليها، هذه كلها العوائق هي بتظهر معاك هنا. طيب نسرع الموضوع اكثر، نشوف كيف انه هو يتعلم بمفهوم الرينفورسمنت. نرجع من البداية. فبالتالي هاي شايف كل تايم فريم انت عندك في اللعبة خليناه يمشي، قاعد بتعلم انه انت هاي وقاعد بيسويش ولا شيء، فعليا بنطش. ايش قاعد بياخد؟ ايش بيصير فيه معاه في البيئة؟ بقول لك انه انا اول حاجة لما اجاني هذا الفطر اللي هو كبر حجم، هذا اشي كويس. وبعديها لما خطأ خبط في الـ في الـ في الحشرة هذه صغر حجمه، تمام؟ ولما خبط كمان مرة قلت الفتنس تبعته، خلاص مات. فبالتالي هنا بروح بتعلم انه خلي بالك لما يجي لك اوبجكت من هذا النوع بدنا نعمل، جرب واحدة من الاكشنز. يعني تخيل انه انت قاعد بتضرب كرة قدم هيك جاية في وجهي، ايش البوسيبل اكشنز انا ممكن اسويها؟ انه انا اوطي راسي زي هيك، وانه انا اسوي زي هيك، تمام؟ وانه انا اسوي زي هيك. بروح بجرب الاكشن الاول، بلاقي انه خبطت الكورة فيه، لا هذا الاكشن مش ضابط. لما يتكرر الحدث مرة ثانية جرب الاكشن الثاني، انه انا بسوي زي هيك، لا هذا الاكشن مش ضابط. لما اسوي الاكشن هذا خلاص بتعلم انه هذا الاكشن هو الصح، فهو بتعلم انه هو يعمل الصح بالضبط، لانه انا عندي في اللعبه هاي الاكشنز تبعته بالضبط، هاي الاكشنز محدوده، اي نوت يروح فوق يلف تحت مش عارف ابصر ايش وهكذا بالضبط بالضبط. فبالتالي هنا لما يكونش عندي بيانات خالص بروح باتجاه reinforcement. نرجع للديب. واضح مفهوم الreinforcement؟ واضح بس ايش؟ هو يفترض انت لما تتركه في الانفايرمنت انه تخليه لفتره انه تصير معاه كل الاشياء هذه، وانه انت تكون انت لما صممت الروبوت هذا يكون الاكشنز تبعته محدوده، وقول له انت تعلم لوحدك. يعني الروبوت اللي بينظف ايش بيسوي؟ انه بسكب ميه، بفرك الارض، بيمشي بروح هيك، بفضي ال 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 الفاكوم اللي موجوده من الاوساخ اللي موجوده عنده، تمام؟ فعندك قد ايش؟ 7 8 10 اكشنز. فبيضله انه هو يجرب كل الاكشنز هذه مع الاحداث اللي بتصير معاه في الانفايرمنت، ولوحده بتعلم لانه بده اعطي له جول معين. ايش هو الجول؟ الجول في السوبر ماريو انه انت تخلي الفتنس عاليه وانه انت تخلص المرحله. وفي الفاكوم كلينر بتقول له انه الفتنس انه 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 الجول عندك انه تخلي مستوى النظافه ما يقلش عن كذا،
يعني انا عندي انا ممكن اتهاون مع نسبه غبار معينه. لو زادت نسبه الغبار انت عندك على السجاده هنا على الارضيه هذه اكثر من 30%، لا فبالتالي انا بعاقبك، بعمل لك اكشن معين. فهو بروح بتعلم ايش الشغلات اللي بتقلل نسبه الغبار انه يحافظ عليها طوال الوقت انه هي قليله. تمام. طيب نرجع على مفهوم الديب ليرنينج. هنا يبقى هذه الاركتكتشر هي البسيطه اللي هي مالتي لاير بيرسبترون. تمام. فينا عندي اركتكتشر مشهوره اللي هي هو ذكرها هنا انه سي ان ان وار ان ان convolutional neural networks CNN والRNN. انا بس بدي اطلع لك انه هي مذكوره انه الاركتكتشر هاي الثلاثه هاي popular architectures هم هذول البيرسبترون اللي هي المالتي لاير بيرسبترون الكونفولوشنال CNN والريكرنت. هاجي تشوف ميزات كل واحدة فيهم أو خصائص كل واحدة فيهم عشان تعرف متى تستخدمها. نيجي الآن برسبترون تقليدية ممكن يتعرف على ديجيت، وممكن الديجيت هذه ندخلها في مفهوم الكونفولوشن. خلينا نشوف إيش هو الكونفولوشن. الكونفولوشن طبعا هذا الكلام كان مستحيل قبل 2010، مستحيل، لانه نظام الكونفولوشن انه بتطلب انه يكون في عندك بيانات كتيرة عشان فعلا انه يقدر يتعرف على الانماط، وبدها كومبيوتيشنال باور عاليه جدا، ما كانتش متوفره قبل 2010، او بمعنى اخر كانت متوفره بس كانوا مش عارفين يستغلوها. كان الجي بي يو موجود او الجرافيك كاردز موجوده ومستخدمه اكثر شيء في الجيمز، فليش ما نستخدمها انه احنا نعمل الديب ليرنينج. ديب ليرنينج كمفهوم كنيورال نتورك اركتكتشر كان موجود انه قبل، بس كتطبيق انه يحصل نتائج كويسه بدا في 2010. طيب نيجي للكونفولوشن. طبعا الكونفولوشن انه انت بده يكون في عندك قدره في الصوره انه انت تتعرف على الاوبجكتس هذه وتعمل هذه التاسك اسمها اوبجكت ديتكشن. بعرفش اذا هاي الشغلة واضحة بالنسبة لكم. هنا بروح بعلم انه هذه بايسيكل لونها بلون مختلف، هذا عبارة عن بيرسون، وهنا في رقم معين اللي هو قديش انه هو سيرتن انه هذا بيرسون. تمام. فبالتالي انه هنا هنا بحدد الاشياء الاوبجكتس هذه كلها، وبحدد ايش هو الاوبجكت وقديش نسبة انه هو سيرتن او متأكد انه هذا الاوبجكت كذا. طيب ايش فكرة الكونفولوشن؟ فكرة الكونفولوشن انه انت بدك تعتمد على الجيومتري عشان تتعرف على الاشياء. كيف يعني؟ على الاشكال الهندسية الحسابية. يعني اكيد في المدرسة مر عليك انه انت حرف التاء هو عبارة عن ايش؟ عبارة عن صحن وفي تفاحتين ولا رزتين. تمام. والثاء ثلاث زيتونات. تمام. هذه الشغله يعني 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 اوكي، هذا الكلام في الروضه صحيح انه هو في الروضه فعليا، زي ما شفنا اول مره الايمج كابشنينج انه هو الطفل كيف بوصف الصوره، بدنا التكست هذا بشكل سيمبل انه هو يطلع انا عندي. وهنا نفس الفكره، بدنا نستخدم الجيومتري عشان انه احنا نقدر نتعرف على الاشكال. فبالتالي هو بروح بربط في ذهنه انه انت لما تلاقي هذا الاشكال الهندسيه بهذا الشكل وانه في ثلاثه هنا، هذه الثاء. طيب اقرب لك الموضوع اكثر. انه على سبيل المثال بدي اياك تحزر ايش هو هذا الشكل، وانا بالنسبه لي بعرفش ارسم
إلا دوائر. تمام؟ فبروح بعمل لك زي هيك. طبعا أنا مش كتير مستحكم في الماوس. لا بدي أختار ال ايش بتقول؟ بيضة؟ طيب وجه راس بعرفش الا ارسم المنحي الدوائر انا ففي منكم انه حكى بيضة هي حكى منه انه هو راس بعد ما اوكي حددنا انه هو راس بس راس مين اول ما رسمنا انه الاجزاء هذه انت على طول انه انت عرفتها حكيت بدنا النيورال نتورك انه هي تقطع الصوره لوحدها وتعرف حسب الاشكال الهندسيه هذه بس المشكله كيف بدها تقطع الصوره لوحدها احنا بالنسبة لنا انه انت لما تيجي تتعرف على الاشكال انه التيشيرت كيف شكله عادة شكله زي هيك هيك مش كتير انا يعني في شو اسمه انه هذه المفروض تكون زي هيك وهذه المفروض تكون زي هيك تمام هذا التيشيرت هيك شكله البنطلون كيف شكله أشكال هندسية بحكي هذا أنت لما تشوفه من بعيد زي هيك هذا بنطلون تمام فكيف بدنا نطلع هدول الإدجز هدول الإدجز هذه العملية اسمها Features Handcrafting Features Handcrafting انه انت فعلا تروح تطلع انه انت عندك القطة هذه هاي الحواف تبعتها زي هيك ارتسمت وهنا في عندك هدول ابرزتهم زي هيك انه بدنا نطلع الرسمة بدنا نطلع الادجز هدول بدنا نطلع الادجز طبعا هدول انه انت عندك حسب الباكينج جراوند وحسب شغلات انه انت عندك هاي بيكسلز فيها تباين هنا هاي واظهرها هنا شايف كيف تمام بدك تقطعها انه هذه العين انه هذا الانف هذا العين كمان مره انه هذا الفم زي هيك هذه الاذن ساعتها بنقدر ندخلها على نيورال نتورك وانه تتعرف عليها انه هي كات الشكل هذا تمام لما قطعناه وشكله زي هيك زي ما تعرفنا على ميكي ماوس حاليا نقدر نتعرف على القطه بهذا الشكل فهاي الفيتشرز اسمها هاند كرافتد فيتشرز في حدا عنده استعداد انه ياخد 10,000 صورة وانه يروح يقطعها زي هيك تمام ويروح يحدد الادجز تبعتها بشكل يدوي هاند كرافتد هاند كرافتد يعني بشكل يدوي مش مجدية خالص لو توفرت عنا بيانات زي هيك للنيورال نتورك العادية بتقدر انه هي تتعرف كات ومش كات انا بحكي لك على التاسك هذه سهلة ليش هذه سهلة ليش؟ لأنه أنت عندك أبيض وأسود وانكترت بندخلها على جري سكيل. بالضبط يبقى المالتي لاير برسبترون تقدر تتعامل معها، أما تدخل لي هنا ألوان والقطط فيها ألوان مختلفة لا بقدرش. بدي أنا أتعرف على الحواف. فكيف بدي أتعرف على الحواف؟ بدنا نعمل نيورال نتورك تتعلم لوحدها. نيورال نتورك تتعلم لوحدها. هذه النتورك ايش اسمها؟ Convolution Neural Network ايش المبدأ تبعها؟ بروح بعمل هنا Convolutions بهذا الشكل تمام اكثر من طبقة على سبيل المثال انه انا باخذ مقطع معين من الصورة تمام وفي المقطع هذا بروح بحدد ايش هي الاشكال الهندسية اللي موجودة انه هذا هذا عبارة عن edge زي هيك هذا عبارة عن edge زي هيك وهذا عبارة عن edge زي هيك اكثر من طبقة تمام وهنا الطبقات هذه في المستوى اللي بعده بروح بجمعها مع بعض
زي هيك عشان انه انا ارسم او احدد شكل معين انه هذه مع هذه زي هيك انه انا بشكل لي شغله معينه لغايه لما اصل في النهايه للفولي كونكتد نتورك. وهذا الكلام هنا بدي اورجي لك وين التشيت تشيت هذا اللي هو هيو موجود هنا على الجيت هاب ديب ليرنينج. في الديب ليرنينج في انا عندي تشيت تشيت كتير ممتاز. هاي الرابط تبعه على الجيت هاب وهي الرابط تبعه على جامعة ستانفورد. في جامعة ستانفورد هنا لو رحنا على الكونفولوشن يبقى هنا كل صورة بدها تتحول. أنا عندي في الكونفولوشن هذه أنا عندي عدة طبقات إنه هي بروح بقسمها لفريمز زي هيك سيجمنتس. كل سيجمنت أنا بحدد إيش فيها الإيدج. الطبقة اللي وراها بتكون عبارة عن بولينج اللي هي تجميعية للصورة، والطبقة اللي بعدها بتكون fully connected. fully connected معناها زي المالتي لاير بيرسبترون زي هاي بالضبط. زي المالتي لاير بيرسبترون مريت عليها زي هاي بالضبط. يبقى هنا FC هنا مالتي لاير بيرسبترون عشان في النهاية انه هو يعمل ديسيجن. هيو بيبدأ يشرح في اللايرز هذه طبقة طبقة انه انت فعلا الكونفولوشن انت بتحدده مثلا السايز تبعه 3 في 3 فبروح بعمل سكان للصورة انت عندك بروح بقسمها لمناطق وبعمل سكان للمناطق هذه تمام وبروح بحدد انه في المنطقة هذه انه ايش اللي يضوي وايش اللي يطفي. المناطق الضاوية معناها عبارة عن edges تمام عبارة عن edges اللي هي مثلا انه هي رسمة القطة زي هيك تمام. بعديها الطبقة اللي بعديها طبقة البولينج بروح بعمل عليها عمليات حسابية. في انا عندي عملية الماكس بولينج وفي انا عندي الافريج. يعني على سبيل المثال انه انا بروح باخد من هذه الكونفولوشن هذه بروح بعمل عليها عملية حسابية باخد الماكس وانا بحدد انه اعلى قيمة بروح باخد اعلى قيمة من هنا وبحطها بضويها في البكسل هذا او ممكن اخذ الافرج. لاحظ انه في الماكس انه هذه ضاويه اكثر من هذه من الافرج صح. هذا اسلوب وهذا اسلوب مين الاحسن بتحدد معاك بالاكسبيرمنت تمام. بعديها الطبقه اللي وراها اللي هو الفولي كونكتد زي الطبقه اللي انت تعودت عليها عشان انه هجيت هدول الطبقات اللي احنا حكينا عنهم في البدايه ايش بتسوي لي تعمل لي موضوع الفيتشر انجينيرينج لوحدك. بمعنى اخر انه الطبقتين هدول اللي احنا ضفناهم في البدايه طبقات الكونفولوشن ايش بتسوي لوحدها تتعلم الفيتشرز. بعد ما تتعلم الفيتشرز بنروح بنمررها للنيورال نتورك العاديه. هاي بشكل مبسط للغايه مفهوم الكونفولوشن. ايش هو مفهوم الكونفولوشن؟ انه انت هاي الانبوت ايمج انت عندك بتمررها كبكسل لطبقة الكونفولوشن. طبقة الكونفولوشن بتمررها لطبقة بعدها اسمها البولينج تمام. والناتج تبعها بتروح بتمررها لنيورال نتورك عادية. الطبقتين الكونفولوشن والبولينج ايش الهدف تبعها؟ طلع لي الفيتشرز لوحدها. تتعلم ايش هي الفيتشرز لوحدها. تعمل فيتشر انجينيرينج لوحدها. ما فيش داعي ان انا اعلم له واقول له انه هاي حافة الأذن تبعت القطة وأنه هاي منطقة العين لوحده بيقدر أنه هو يكتشف هاي الشغلات تمام. وهي مستخدمة في الكمبيوتر فيجن بشكل كبير. مستخدمة في الكمبيوتر فيجن بشكل كبير. في القناة عندي على اليوتيوب بتلاقي أنه أنا بالإضافة للفيديوز اللي موجودة أنا عندي في اللي أنا برفعها هتلاقي فيها عندي بلاي ليست أنا حاطها بابليك. هتلاقي في عندي بلاي ليست هتلاقي انه انا حطيتها بابليك. في بلاي ليست عاملها للديب ليرنينج هاي هذه البلاي ليست. فانا مجمع لك مجموعه من الفيديوز بتحكي لك عن الكونفولوشن تشرح لك اياه بطريقه يعني مبسطه. انا بدي اعرج لك على شغلات معينه. هنا على سبيل المثال ديب ليرنينج هاز ريفولوشنايزد كمبيوتر انه مفهوم الكونفولوشن عنده انه بده يعمل زي ما انت شايف ثلاث طبقات عندك زي هيك. واحدة للريد والجرين والبلو هذه الرو ايمج تمام. بالمناسبة انت بتتعامل معها كنمبي اري. نمبي اري ايش الابعاد تبعتها قديش الدايمنشنز
مالتي دايمنشنال بس قديش؟ يعني انت انا عندي الصوره، انا عندي 28 في 28 وبدي اتعامل معها ار جي بي، فبالتالي هتكون في 3. حيكون عندك ماتريكس للريد، ماتريكس للجرين، 3 ماتريسيز. تمام؟ طيب هذا انا بدي اتعامل معاه بمفهوم الكونفولوشن، شوف كيف بده يسوي. انه انت عندك هاي بتمثل البكسل قديش مقدار الانتنسيتي انا عندي. تمام؟ مفهوم الكونفولوشن انه هو بده يروح يطلع ماتريكس بده يجري عليها عمليات على الماتريكس الاصليه. يعني على سبيل المثال زي هيك هذه الماتريكس، وانه يحدد انه هذه المنطقه انه هو يضويها او لا، فبالتالي انه بيحدد انه هي ايدج ولا لا. فبالتالي لاحظ هنا انه هذه ضواها وهذه ما ضواهاش في الكونفولوشن انا عندي، فبالتالي انا بتعرف انه انا في عندي ايدج هنا. تمام؟ وبكرر العمليه. الان هنا مفهوم الكونفولوشن على الـ OCR كيف بده يكون؟ Once you created the filter, we applied it to each part of the image and mapped the output. هاي الطبقات اللي هو الكيرنل والانبوت والاوتبوت زي ما احنا حكينا. Where the associated pattern shows up in the image. Different convolutions or filters. فبده يكون على سبيل المثال بده يتعرف على السيارة أو لا، بده طبقة الكونفولوشن يتعرف على الإدجز، وبعديها يروح يتعرف على الباب لوحده والعجلة لوحدها والضوء لوحده والمصباح والرقم نمرة العربية لوحدها، في الأخير إنه يحدد إيش هي السيارة أودي A7 بهذا الشكل. عشان تفهم مفهوم التجميع بدي أورجي لك فيديو وين عندي. The one convolution might take a tensor of line locations as input and produce a tensor of box locations. The output of the second layer can feed into a third layer which detects even more complex patterns. And each time we apply a new layer of convolutions, we detect even more interesting patterns. For example, if you get the right type of concentric circles at one layer, the subsequent layer might detect a wheel. Wheels in the right locations might help us detect. Modern networks apply a lot of these layers. Some research papers have used over 1,000 layers. After enough layers and the right numbers in the convolutions or filters, we have a 3D tensor. Okay, ممكن اطلعها من هنا. Of the image content. What can you do with the summary of the image content? There are a lot of cool applications. We'll start with something called object detection. Your model will take a photo as input and it returns a prediction for what type of object is in the photo. Is it a dog or a kangaroo or a robot? بدنا نتعرف على التسعة. Many breakthroughs in computer vision and AI have come through an object detection competition. تمام؟ ممكن في غاية في منطقة معينة انه طبقة معينة انه تروح تتعرف على الدوائر، انه تروح تتقسم بهذا الشكل. هيك بكون في تفصيل اكثر. فبالتالي التسعة اللي هي الدائرة تبعت التسعة بتروح تتقسم. This is especially impressive because there are many similar options that the model must choose between. So labeling an image correctly requires not only that you know it's a picture of a shark, but you have to know that it is a hammerhead shark or a tiger shark or a great white shark. So when those best models are on their first yes 80% of the time, that's better than most people would do. Incidentally, data used in vision is available on Kaggle. هاي بهذا الشكل، إن الدائرة إنه هي عبارة عن مجموعة من الإدجز زي هيك. ليتر هنلاقي إنه إنه يتعلم نفس الأسلوب إنه الأربعة هي عبارة عن مجموعة من Once you can run these models, we'll move on to something called transfer learning, which allows you to apply the same level of power to most other problems you might be interested in. هي نفس الفكرة انه هي عبارة عن خط زي هيك، خط زي هيك، وخط زي هيك، وفي خط تحت.
تمام؟ والثمانية عبارة عن دائرة وفوقيها دائرة بهذا الشكل، فبالتالي إنه بيطبق عليها مفهوم الكونفولوشن. تمام؟ طيب، إحنا بدنا نشتغل عملي الآن. واضح مفهوم الكونفولوشن مستخدم في الكمبيوتر فيجن بشكل كبير. إيش المجالات تبعته؟ هذه شغلة مهمة عشان تعرف وين تستخدم. أول مجال اللي هو Face Recognition. ثاني مجال حاجة اسمها Style Transfer. هذا تطبيق كتير مهم وانت فعليا انت بتستخدمه في تطبيقات كتيرة على الجوال تبعك. كيف؟ يجيب ستايل من صورة ويطبقها على صورة تانية. زي كيف مثلا؟ نعم. We'll make prediction with just a few of those images. We need to do a little bit of processing to go from the image file. هي مش فلاتر بقدر ما إنه هي بعملها بطريقة. Face app هذا image generation. مش تطبيق ستايل. صحيح. ممكن تعتبره انه هو ستايل. كيف؟ يعني على سبيل المثال انت عندك صورة زي هيك لبريدج وفي عندك صورة تانية مرسومة لوحة زيتية، تمام؟ بجي بقول لك انه هذا البريدج بدي اياه انه مرسوم يعني بالالوان الزيتيه مثلا زي لوحه زيتيه، فبتروح تاخذ الستايل تبع حادي وبتطبقه هنا وهي بيكون الناتج عندك شيء زي هيك. اي مثال ثاني، في عندك صوره عاديه اعتقد انه هي صوره من فيلم كينج روبرت تبع مين؟ تبع جيم اوف ثرونز. تمام، وهي الستايل، فبالتالي بتكون الناتج بهذا الشكل بالضبط. هو فعليا انه هو تعديل، كل اللي انت بتسويه انه انت تعديل على الصورة، تعديل على الصورة. بس هل انت تعتبره انه ستايل ولا لا؟ لا مش ستايل، لانه يعني فكرة الستايل انه انت لازم تديله الستايل كانبوت، فبالتالي انت عندك انبوت الاوريجينال بالاضافة لصورة ستايل، بياخد نمط الستايل من هنا وبروح بلون فيه هاي الصورة. لكن الفيس اب اللي بيسويه انه هو بيعمل ايمج جنريشن انه كيف حيكون شكلك بعد 50 سنه، فبالتالي انه بضيف اضافات على الصوره مش جايه من ستايل معين، فما تخلطوش مع الستايل. ستايل ترانسفير بس هنا التعلم في الستايل ترانسفير انه انت بتدي له الصوره والستايل والنتيجه بيكون انه صوره بالستايل هذا. لازم الستايل يكون كانبوت في الفيس اب، فيش ستايل، هو تعديل على الصور، التنتين تعديل على الصور، بس طريقه التعديل هنا بستايل وهنا بدون ستايل، فبالتالي هاي الستايل ترانسفير جنريتنج اند انهانسينج ايمجز. انت عندك لو عندك جوال شاومي او هواوي او ايش من الجوالات الحديثه هذه، انه انت بتيجي بتاخذ سيلفي تمام وبتعملها بوست على الفيسبوك، فاصحابك بيقولوا لك ايش الحلاوه هذه، بعمل لك تحسينات على الصوره بشكل كبير، بوسع العينين، كل الديفكتس اللي موجوده في الوجه بتروح، تمام؟ فبالتالي هذه عباره عن انهانسمنت للايمجز. وانت اذا بتشوف دعايات يعني او التصوير تبعت الهواوي انه والشاومي انه هي كلها بيست اون اي اي، وبقصد انه بيست اون اي اي في تحديد الوجه والصوره وتحسين الصور، فبالتالي بعمل تحسين للصور بشكل بمودلز مبنيه على الاي اي. كيف؟
بياخذ الاف الصور او يعني ملايين الصور اللي هي الاوريجينال وهي بعد التحسين بعد ما ديزاينر بروفيشنال طبق عليها التحسينات المعينه انه اخفى الديفكتس الموجوده في الفيس وسع العينين شويه تمام لو شعرك مش مزبط بزبط لك اياه برضو على الصوره بصير تمام لو في شويه بياض بيروح لك اياه تمام فهي الانبوت وهي الاوتبوت بعمل ترين عليها تمام فبالتالي بيقدر انه انت يبني موديل فبالتالي بيقدر يعمل تحسين للصور بهذا الشكل اضافه افكتس معينه زي مثلا السلومو ايش السلومو سلو موشن بالضبط لانه هذا انه هو بتقدر تطبقه على الفيديو على على الـ على الايمجز انه بعمل لك الفيديو بيطبق الايفكت هذا كسلو موشن على الصوره تمام فهي الشغلات زي ما حكينا انه هي موجوده في التطبيقات الجوالات انا عندي موجوده اوريدي يعني طيب قبل ما ندخل في مفهوم الار ان ان خلينا نطبق الاكسرسايزز على الكاجل صحيح لانه هو فعليا بيقدر انه يطلع الفيتشرز تبعت الوجه الحواف تبعته الفيتشرز اللي هي قديش المسافه بين العينين مكان الانف وبالضبط هذه المسافات يونيك عند البشر نعم بالضبط فهو بيقدر انه بالكونفولوشن بيقدر يتعرف عليها احسن من المالتي لاير بيرسبترون على مراحل كمان طيب طبق الاكسرسايز ولا ناخذ البريك اوكي طيب الاكسرسايز هنا بدي اياك تفتح معايا الكاجل So the urban measure can depend on all the nodes in this area. We draw connections to show that possible relationship. يا جماعة المفهوم واضح بالنسبة لكم؟ حاسين الإشي إنه واضح استوعبتوه ولا الإشي يعني مش مهضوم خالص؟ مش مهضوم؟ نص نص؟ ايش حنستفيد من الكلام هذا كله كيف مين قال لك انه بعرفش اجيبه اي روبوت هدي عشان يكتشف انه انت مش بوت عشان يكتشف انه انت مش بوت ممكن انت هذا الكلام بمراحل وبتغير يعني انت في الاول كان في عندك نظام الكابتشا عارفه بحط بالضبط احرف انه هو بحط لك اياها بصوره معمولها ديستورشن عشان ما يقدرش ما هو ليش 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 هذا الكلام كله ليش السايتس بتحاول انه هي تحط دفاعات عشان موضوع السكرابينج ايش هو السكرابينج انه في انا عندي سايت للكوره بطلع ملخصات مباريات وبطلع تعليقات وبطلع تعبان في السايت بيجي واحد ملوش يعني انه يعني انه مش عامل السايت ومش بده ياخذ المعلومات اللي في السايت تبعي على الجاهز ويعرضها في التطبيق تبعه فبالتالي هو بسرق ترافيك من عندي بمعنى انه اليوزر المفروض انه هم يجوا عندي ويشوفوا المعلومات هذه فهو بروح بيطلع بيستخرج المعلومات هذه من السايت تبعي تمام وبروح بحطها في التطبيق تبعه وانه بصير انه بياخذ جزء من الترافيك على الابلكيشن تبعه على السايت تبعه انا ما بديش هاي الشغله بديش انه كل ما انا هبه ودب انه يجي يفتح السايت بدي بس الهيومنز يفتح السايت تبعي بديش سكرابرز بديش سكرابرز روبوت فكيف بدي احدد الشغله هذه بدات المرحله الاولى نظام الكابتشر انه هو بيشوف اذا انت الاي بي تبعك انه هو بيفتح بطريقه سسبيشوس فبروح بيطلع لك بيحولك على صفحه الكابتشر بعد هيك انتقلنا لصفحه انه انت تحدد لي في الصوره انه وين السيارات الموجوده او ورجيني وين الاشارات الضوئيه اللي موجوده في الصوره
تمام؟ بعد ما يتم اختراقها هذه بالكامل خلاص بدنا ننتقل لمرحلة جديدة. هاي الاي تي انه انت بدك تضلك بشكل متجدد انه انت تحط دفاعات عندك بشكل كبير. تقدر انه انت تعلمها، تقدر انه انت تعلمها. وفي عندك تطبيقات بتعمل لك ايميوليشن للكليكس تبعت انه انت بتفتحه زي هيك وخلاص انه هو بيجمع معلومات بشكل عام. بالضبط. وهلقيت نظام الكليك برضه ممكن يعمله، لو انه نظام الكليك انه بشكل نمط معين برضه ممكن اكتشافه انه هو روبوت، فبالتالي بيعمل لك بلوك من الاي بي تبعك انه انت تفتح السايت. فهي الشغلات انه زي لعبه القط والفأر. طيب حكيت هنا introduction to deep learning for computer vision. شفنا فعليا بعد الشرح هذا اللي احنا شرحناه ليش الديب ليرنينج تفوق في الكمبيوتر فيجن، وشفنا انه الكونفولوشن نتورك انه ليش انه زي هيك. الان نشوف الاكسرسايز هذا، نطبقه مع بعض. افتح معي الاكسرسايز. بدي خليك تستوعب هذا الشغلة بطريقة عملية. موضوع الديب ليرنينج في الكمبيوتر كيف؟ الاكسرسايز، لانه الشرح قلنا اوريدي شرحت لكم اياه. هاي المقدمه برجع بحكي لي مفهوم الكونفولوشن. تمام، هاي السيت اب زي هيك. هنا بطلب مني انه او معرف هنا الهوريزونتال لاين كونفولوشن، لانه هو معرف كونفولوشن للهوريزونت عشان تكتشف الخطوط الأفقية، وبدنا نعرف convolution ثاني عشان يكتشف الخطوط الرأسية. فبالتالي حددنا إنه هو واحد واحد وماينس واحد وماينس واحد زي ما شفنا بالفيديو. كيف؟ لا لا لا، مش ثابتة. إنه هرجت إحنا هنشوف تحت هذه الكونفولوشن اللي احنا حنجري عليها عمليات. هلقيت الارقام كيف حيطلعها؟ حيطلعها في التريننج. فاحنا حددنا واحد وواحد وماينس واحد وماينس واحد. هلقيت ايش العمليات الحسابية اللي بتتم حيحددها في الكونفولوشن. فانا عندي هنا انه هاي الاوريجينال ايمج لود ماي ايمج، هذا عبارة عن يوتيليتي فانكشن معرفة هنا في السيت اب. تمام، وهنا بروح بعمل فيجواليز لإلها للأوريجينال إيمج بالإضافة للكونفولوشن بس بنظام الهوريزونتال لاينز. لو شغلته زي هيك، هاي الصورة الأوريجينال، هاي الكونفولوشن الهوريزونتال، هذا بس بيكتشف الخطوط الأفقية. طيب نعرف كونفولوشن تاني vertical برضو نفس الفكرة. تمام، وهنا حيظهر للأوريجينال والفيرتيكال. فشايف هذا النمط كيف؟ هاي الصورة الأصلية وهاي الكونفولوشن الإدجز تبعتها كفيرتيكال. لاحظ الفرق بين هاي الصورة وبين هاي الصورة، الباترن أو الإدجز مختلفة. احنا نستخدم التنتين، بدنا نوجد الخطوط، بدنا نكتشف الخطوط الأفقية والخطوط الرأسية. هقيت حخليك تطبقوا وتشوفوا على جهاز عندك أفضل من الـ LCD. تمام؟ نعم، نفس الكونفولوشن. شوف طبق الاكسرسايز هذا. After you've done transfer learning hands-on, I'll show you a simple but powerful trick called data augmentation. طيب يعني تكملة الموضوع، بعد ما شفنا deep learning في الكمبيوتر vision واخذنا exercise عليه وفهمنا مفهوم ال convolution. تمام، خلينا ناخد مقدمة على التنسر فلو. تنسر فلو فعليا هي عبارة عن مكتبة
ماشين ليرنينج او بالاحرى ديب ليرنينج تم تطويرها في داخل جوجل، تمام، ومتى تم اطلاقها كاوبن سورس كمكتبه اوبن سورس؟ 2015، تمام. والمكتبه هذه بالسي بلس بلس كانت مستخدمه انترنالي في جوجل، انه الشبكات هذه انه كانوا بيستخدموها في عمل الموديلز تبعت جوجل، وجوجل قررت انه هي نعم نعم. ففعليا هي اصلها سي بلس بلس اللي انت شايفه حاليا، اللي احنا يعني اللي احنا راح نستخدمها ان شاء الله في البايثون، تمام. البايثون هذا هو عباره عن رابر او كومبليت انترفيس، هي فعليا اللغه الوحيده الكومبليت الانترفيس تبعتها كومبليت. بمعنى اخر عشان نخلي استخدام التنسر فلو اسهل، بدل ما المستخدمين ينزلوا لو ليفل تحت على البايثون على السي بلس بلس، فبنعملها انترفيس او رابنج في البايثون كفرونت اند، وهو بروح بيستخدم التنسر فلو انجن بالسي بلس بلس كباك اند في الخلفيه، تمام. طبعا لها امبلمنتيشن بعده لغات، بالجافا كمان، هذا الكلام حنشوفه هنا. هو هنا هذا بيسموه الايكو سيستم تبع التنسر فلو، انه انت فعليا انه التنسر فلو بالضبط، انه انت عندك في البايثون تقدر تستخدم سي بي يو، تقدر تستخدم جي بي يو، تقدر تستخدم تي بي يو. الجي بي يو عارفينه اللي هو في الجرافيك كارد، اما التي بي يو هو عباره عن تنسور بروسيسنج يونت، هو عباره عن سبيشال هاردوير من تطوير جوجل عشان تعمل باراليزيشن للكمبيوتيشنز، تمام. فبالتالي انه هي كهاردوير انه هي بتسوق حاليا، وبالمناسبه في الكولاب انه انت ممكن تختار انه انت تشتغل على جي بي يو تي بي يو بالضبط. هم كبروف هنا انه هذا التشارت بيوضح قديش فعليا انه انت ممكن تختصر وقت. يعني هاي الداتا سيت امنست تريننج تايم، طبعا الفاشن هذا في مجال الفاشن، انه انت قديش بتحتاج تريننج تايم على السي بي يو قديش، اما على الجي بي يو شوف قديش بتختصرها تقريبا للنص. اما التي بي يو اقل شوي، يعني البرفورمانس مقارب. يعني احنا بالنسبه لنا اي شيء انه انت تحصله سواء كان تي بي يو او جي بي يو بيكون كثير ممتاز، انه انت بتقدر تختصر الوقت للنصف تقريبا، تمام. فهي بالبايثون، بايثون ديفلوبمنت زي ما حكيت انه هي الكومبليت انترفيس، هي اللغه الوحيده اللي الانترفيس تبعتها كومبليت لحسن حظنا. طبعا السبب في ذلك انه بسبب سهوله اللغه، فبالتالي انه انت بتقدر تعمل لود وبري بروسيس، بيلد وترين باستخدام التنسر فلو، وبتقدر تعمل ديبلوي باستخدام البايثون. اما الجافا سكريبت اللي هي النود جي اس، انت عندك المكتبه اسمها تنسور دوت جي اس، يعني الصوره يعني مش كتير الكواليتي تبعتها، تقدر برضو تستخدم فيها سي بي يو جي بي يو تي بي يو، تمام. تقدرش تعمل فيها لود وبري بروسيس، بس تقدر تعمل فيها بيلد وترين وديبلوي، لانه عندك كتير من الباك اند سيستم انه بتشتغل نظام الجي اس. في عندك في السويفت الاصدار تحت البيتا، انه بتقدر انه يعني هي تم تطويرها نيتفلي على
باستخدام السويفت. تمام، هنا عندك الاندرويد والاي او اس والراسبيري باي. تمام، بتقدر تستخدم السي بي يو والجي بي يو والار بي اي. الار بي اي نفس الفكره بس هذا للراسبيري باي، بس بتقدر تنزل عليه نسخه اللايت يعني للبرودكشن يعني للديبلوي. يعني معنى الكلام انه انت ممكن تعمل ديبلوي على الجوال تبعك سواء كان اي او اس او اندرويد او بتقدر تعمل على الراسبيري باي. ديبلوي از ديبلوي انه انت تنزل النظام تبعك الخدمه. نعم، انه انت تنزله في نظام البرودكشن. الله يعافيك يا رب، الله يعافيك، تفضل. فكنا نحكي في مفهوم الديبلوي. مفهوم الديبلوي انه انت فعلا بعد ما تعمل ترين تون للسيستم انه انت راضي ساتسفايد على الاداء تبعه بدك تنزله الخدمه. تمام، بدك تنزله الخدمه، ممكن انت تنزله عندك على الجهاز. تمام، في بيئه بايثون، او لو كنت بتشتغل على نظام النود نود جي اس، عارفين النود جي اس صح؟ او لو انت بتشتغل على لو التارجت تبعك انه انت بدك تنزله على الجهاز على الجوال تبعك، فعليا بدك تستخدم نسخه تنسر فلو لايت، واللايت هذه نفس اللايت تبعت الاس كيو ال. تمام، ال اي تي اي اختصارا. بالضبط، نسخ خفيفة. فبالتالي في هاي النسخة ايش بتسوي؟ بتشغل لك الموديل اللي انت اوريدي عملت له ترين بغرض البريدكشن. يعني انت ممكن تحطه انت عندك على الجوال عشان يعمل انهانسمنت للايمج في الريال تايم، لو يعني زي الصور اللي احنا شفناها بالهواوي والشاومي، انه انت بيعمل لك انهانسمنت للايمج بالطريقه هذه، بعمل عليها افكتس. فبالتالي بتنزل نسخه التنسور فلو لايت موجوده، تقدر انه انت تنزلها. في عندك خيار انه انت تعمل ديبلوي اند تو اند برودكشن. ايش يعني اند تو اند؟ فعليا انت بتقدر تستخدم اللي هي ريست اي بي اي، الريست اي بي اي. فبالتالي هذا الكلام كله بتحطه على السيرفر وبتريح راسك. تمام، والموبايل ديفايس او اي جهاز ثاني سواء كان ديسكتوب او ويب ابلكيشن ببعث ريكويست جيسون وبستقبل ريسبونس برضه جيسون. فبالتالي انت ممكن تبعث له الصوره الاوريجينال، بعمل عليها الانهانسمنت وبرجع لك الصوره بعد الانهانسمنت. او انت مثلا ممكن تبعث له سجل معين يعمل البريدكشن قديش سعر البيت البرايس، وبرجع لك البرايس كجيسون مسج كي وديكشنري. تمام، فهي الفريم ورك بشكل اساسي تبع التنسور فلو. التنسور فلو عشان نفهم المفهوم شو يعني التنسور، التنسور هو عبارة عن، انا حطيت الصورة مش عارف وين، معقول هنا؟ هيها اوكي. هدول كلهم زي ما انت شايف عبارة عن تنسورز. فعليا التنسور فلو هو عبارة عن مكتبة تتعامل مع التنسورز. وما هي التنسورز؟ انت عندك التنسور برانك زيرو، معنى ذلك انه هو عبارة عن سكالر، قيمة سكالر 1 value 1 دي، يعني الدايمنشن 0، هذه الدايمنشن تبعها 1. فبالتالي بطلع لك فيكتور ماتريكس، عندك 2 دي وفي عندك 3 دي رانك 3. فبالتالي بتكون مناسبة جدا ان انت تشتغل عليها نظام الكونفولوشن. في ارتباط وثيق بينها وبين مكتبة النمبي، انه انت ممكن تحمل البيانات اول كايمج انه كنمبي اري وبتروح بتمررها للتنسور. فعليا التنسور مش برمجة تقليدية، عشان تاخد بالك من الشغلة هذه. كيف يعني؟ يعني آه
نشوف الجايد. طبعا الهاي ليفل حنرجع له بعد شويه، حنيجي لللو ليفل اي بي اي. اللو ليفل اي بي اي بتورجيك فعليا ايش هي التنسورز والفاريبلز والجراف والسيشن. ففعليا لو رحنا احنا على الانترودكشن عشان تفهم مدى الكلام اللي انا بحكيه، انه انت على سبيل المثال هاي بدك تعمل امبورت ل النم بي از ان بي، تنسور فلو از تي اف، فبالتالي ممكن انا اعرف كونستانت اي عباره عن تي اف كونستانت، بعرف الفاليو والتايب تبعه دي تايب تي اف فلوت 32. ممكن ما مررش التايب لانه التايب بتكون امبليسيت. هاي انا عندي عرفت تنسور اي وتنسور بي ورحت عملت انه التوتال هو عباره عن اي زائد بي. لو طبعت ال A وطبعت ال B وطبعت التوتال شو بتتوقع؟ بيطلع لك تنسور كونستانت 0 وهنا كمان كونستانت وهي التايب تبعه، والتوتال ايش طبع لك اياه؟ هاي التوتال. مش المفروض انه انا عندي هنا 3 و4 يطبع 7؟ ايش عرف لك اياه؟ وين المجموع؟ عرفوا كتنسور، والتنسور هذه فيها اوبريشن بالضبط، لانه انا عندي هاي التوتال اي زائد بي بالضبط. فبالتالي هنا تعامل معاها بهاي الطريقه. طب كيف بدي انفذه؟ بدي انفذه من خلال حاجه اسمها، يبقى هنا في التنسور بدي اعرف حاجه اسمها تنسور جراف، انه بدي اضيف هدول التنسورز على الجراف، انه انا في عندي الكونستانت 3 والكونستانت 4 والتنسور اد اللي هو عباره عن العمليه الحسابيه، افتح سيشن وبعمل اكسكيوشن لهي السيشن. فبالتالي هنا عرفت سيشن تي اف سيشن، وهنا ساعتها بعمل رن للتوتال، ساعتها بتم تنفيذ هاي العمليه. فبالتالي انت لما بتسوي زي هيك، انه انت بتعرف النيورال نتورك انه هي كيف مشبوكه مع بعض، وفي وقت الرن بتم تنفيذ هذه العمليات. مش زي البرمجه التقليديه، مش زي البرمجه التقليديه بتعرف انتجر اكس بتساوي 3 وواي بتساوي 4، بتقول انه برنت 3 زائد برنت الاكس زائد الواي بروح بيجري العمليه حسابيه مباشره. لا، بدك تعرف الجراف اللي هو شكل النتورك، وبعديها بجري عليها العمليات الحسابية. تمام؟ طيب هذا كلو ليفل. نرجع هنا فوق للهاي ليفل. كيراس. هاي المصطلحات لازم تتعود عليها. شو علاقتها مع بعض؟ يبقى هنا عشان اسجل لك هذا الكلام، يبقى انا عندي، يبقى التنسور فلو امبلمنتيشن فينا عندي كومبليت انترفيس لإله بالبايثون، الله يعافيك، تمام، لحسن حظنا. وشفنا انه انت ممكن تستخدمه في البري بروسيس، في البيلد والترين وفي الديبلوي، تقدر انه انت تعمله، وبرضه كذلك ممكن تستخدمه اند تو اند. وفي انا عندي حاجه اسمها الكيراس، هو عباره عن برضه رابر او انترفيس interface for TensorFlow. طب ايش القصة؟ حكيت احنا TensorFlow الاصلي بالC++ عملنا له interface بالبايثون لانه البايثون اسهل، بس رغم ذلك لسه الامور صعبة. الموضوع اللي انت داخل عليه عشان تكون عارف شوي يعني بده تركيز، بديش اقول لك انه معقد، لانه فعليا انه انت بدك تبرمج بالتنسر فلو بده شويه يكون عندك مهاراتك في البرمجه، انه انت تكون مستوعب انت ايش بتسويه بالضبط.
مع انه البايثون كتير سهلة، بس الوضع لسه كتير الكود مكلكع. يعني خلينا نحكي الكود، يعني الكود سباجيتي. لا 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 بحكي يعني انه كمكتبة، انه انت تعرف اللايرز تبعت النيورال نتورك وتعمل تريننج والشغلات هذه، الكود مش ريدابل، صعب ينهضم، صعب ينفهم. بالضبط، بده انه يكون انا اشتغل فيه مثلا سنوات عديده عشان اكون فاميليار مع الكود تبع التنسور فلو بالبايثون، مع انه البايثون سهله. بالضبط، بس بدك وقت عشان انا اخذها. فايش الحل؟ ففي واحد راح عمل انترفيس للتنسور فلو تبعت البايثون، سماها كيروس، خلى الامور اسهل. بالضبط بالضبط، فخلى الكود اسهل بحيث انه هو يسهل علينا الاستخدام. فعشان هيك احنا حتلاقينا نستخدم كيروس باستمرار او اغلب الوقت. ففعليا انت بتستخدم يعني تنسور فلو، فعليا انت بتستخدم تنسور فلو. الان جوجل لما عجبها الموضوع، طبعا هذا شغل فردي، جوجل لما عجبها الموضوع راحت تبنت الموضوع وحطت المكتبة هذه ضمن التنسور فلو. فأنت لما تنزل التنسور فلو باي ديفولت يعني بتكون الكيروس موجود. تمام؟ طيب، واضحة الأمور لغاية الآن؟ يبقى هاي الهاي ليفل، يبقى نزلنا تحت عند اللو ليفل، شفنا كيف التنسور فلو بيشتغل كتنسورز، انه انت بدك تعرف جراف وتعرف سيشن عشان تعمل اكسكيوشن، وطلعنا فوق هاي ليفل عند الكيروز عشان انه احنا نبني سيمبل موديل. طيب السيمبل موديل هنا الحلو في الموضوع انه ممكن تشوف السورس كود على الجيت هاب او ممكن تشغله مباشرة على الكولاب. في الكولاب يعني بما انه احنا حكينا على الموضوع هذا، هنا الكولاب هذه مقارنة، يعني الكولاب ان توتال قديش بديني ميموري 13 جيجا، تمام، والكاجل 13 جيجا، هذا بالنسبة للميموري. اما بالنسبة ل شو نوع الجي بي يو المستخدم في الكولاب، تسلا 80، تسلا كي 80، هذا مشهور كتير. انت لو دورت عليه في النيفيديا لانه فعليا انت لو بدك تحجز سيرفر انه انت تسوي فيه هذا الشغل كله، في السيرفر نفسه لما بدك تيجي تحجزه انه هو بدي لك خيارات، بدك يعني فيديا تسلا ايش بالضبط، ارخصهم تسلا كي 80، ارخصهم تسلا كي 80. كم كور في 4992 كورس، وقديش الذاكرة؟ حوالي 24 جيجا بس للجي بي. تمام؟ أما في الكولاب، أما في عفوا في كاجل شو بيستخدم؟ بستخدم تسلا بي 100 تسلا بي 100. طيب في عندك المصطلح هذا الكودا، هي اللي بتمكنك انه انت تستغل الهاردوير اللي موجود على جهازك، هي عباره عن اس دي كي بتمكنك تستغل الهاردوير الموجود على جهازك اللي هو الجرافيك كارد، وتستغل الجي بي يوز الكورز الموجوده في الجي بي يو عندك. يعني بمعنى اخر انه بدون الكودا، بدون الاس دي كي، هذا تنسور فلو بيقدرش يستفيد من الجي بي يو. لازم تنزل الاس دي كي هاي النسخه. الكومباتيبلتي تبعت الفيرجن مهمه جدا، عشان هيك الفيرتشوال انفايرمنتس اللي احنا حكينا عنها سابقا كثير مهمه. يعني على سبيل المثال في امبلمنتيشن معين ممكن يقول لك انه هذا كومباتيبل مع 9.1، 9.2 لا بيشتغلش، تقدرش تستفيد من الجي بي يو، فلازم تنزل له سبيسيفيك فيرجن اللي هو بده اياه. تمام تمام يا استاذ.
تمام؟ هنا قديش انه هنا رام وهنا قديش رام، هنا السي بي يو تقريبا نفس الشيء، السرعة تبعتهم نفس الشيء، وهنا الرام حكينا عنها سابقا. هذا الليفل 1 كاش، هذا التوتال ديسك سبيس، هنا 359. هو بديني بيرمننت 5 جيجا انه بقدر اني احتفظ فيهم، بس في الران تايم بديني مساحة اكثر. في الـ في الـ في الكولاب تقريبا السيشن بسمح لي لتسع ساعات، بعد التسع ساعات باخذ مني الفيرتشوال ماشين اللي هو اعطاني اياه. فبالتالي كل هذه الشغلات بتنمسح. لكن اذا انت خلصت التجربه تبعتك قبل التسع ساعات بتقدر انه انت تحفظ الموديل تبعك. عفوا قبل 12 ساعه، اما الكاجل تسع ساعات. طبعا هذا الستورج تبع الديسك، فبالتالي انه هي صار في عندك فكره بشكل عام انه هاي تو انفايرومنتس اللي انت ممكن تشتغل عليهم اونلاين في موضوع الديب ليرنينج، لانه الديب ليرنينج من غير جي بي يو مش مجدي خالص ان انت تشتغله على الجهاز تبعك. نعم. طيب خلينا نشوف اول موديل، خلينا نشوفه هنا كنوت بوك. لو فتحته انا على الكولاب هو فعليا عباره عن نوت بوك. ايش خط اول خطوه بدي اسويها انا؟ لو في باكجز ناقصه مش موجوده عندي بكتب الكوماند تبعها زي ما احنا تعودنا، بس بدك تحط علامه التعجب، هاي العلامه في الاشاره انه عشان يتعرف عليها انه هي ككوماند. وبالمناسبه كمان انت بتقدر تنفذ الكوماند تبعت لينكس هنا، يعني بمعنى اخر لو بدك تشوف ايش محتوى الديسك تعمل ls، كيف بدك تشوف محتويات ملف معين، محتويات مجلد معين على لينكس ls، تمام؟ فبالتالي انه انت بتقدر تنفذ كوماند لينكس بس مجرد انه انت بدك تحط عليها هذا الكلام. طبعا هذا الكلام اظهار للفيرجنز تبعت، يعني انا ممكن اشغل زي هيك انستول منفذ لي اياها وبيبدا فعليا انه هو ايوه عمال وبعمل انيشاليزيشن للفيرتشوال ماشين. ايوه حصلتها وقاعد بعمل داونلود وانستول للباكج، هيا خلصت. بعد هيك هذا الامبورت، امبورت للتنسور از تي اف، امبورت للكيراز فروم تنسور فلو لايرز كيراز امبورت لايرز، وهنا بدي اشوف الفيرجن تبعت الكيراز والتنسور فلو. فهنا نسخه التنسور فلو تقريبا 1.14 الموست ستيبل في الفئه تبعتها، وهنا الكيراز اللي هو 2.24. بالمناسبه هنا في التنسور فلو لو انت شفتها على الجيت هاب شايف كم ريليس موجوده عندك؟ من 2005 88 ريليس، تقريبا كل شهر في ريليس متطور بشكل مهول جدا. كم كونتريبيوتر عندك؟ 2000 كونتريبيوتر تقريبا. اخر كوميت قديش كانت؟ قبل 4 ساعات. هذا بدي لك انطباع انه قديش المكتبة هذه انه هي اكتف، تمام، وانه يعني من ضمن السكيلز اللي فعلا انه انت تكون موجودة عندك التنسور فلو، عشان انه انت في وظائف كتيرة بتطلب انه انت يكون في عندك معرفة بالتنسور فلو انه انت تكتب برامج فيها. فبالتالي هنا مهم جدا انه انت تعرف الفيرجن. لو انت بدك تنزل اخر فيرجن بدي ارجع لك هنا على الدوكيومنتيشن ويب سايت، وهنا روح لي على الانستول. اخر فيرجن انت عندك نسخة الاثنين بيتا لسه ضايلة وبدك تنزلها، بس خد هذا الكوماند، هيو اضغط على هاي كوبي، تمام، وحطها عندك هناك بنزل لك اياها. فالحلو في الموضوع انه هنا انه انت بتقدر تنزل باكجز، وهذا الكلام برضو موجود في الكاجل انه انت اي باكج ميسنج بتقدر انه انت تنزلها. طيب بعد ما نزلنا الباكج وشفنا الفيرجن بدنا نبني sequential model. السيكوينشال مودلز معنى ذلك انه هو بروح بجمع اللايرز وحده ورا وحده، بمعنى اخر هي عباره عن
مالتي لاير برسبترون اللي هي نفس الشبكه اللي احنا شفناها وين هاي نفس الشبكه هاي بالضبط هاي فاحنا بدنا نبني الشبكه زي هيك في البدايه باستخدام التنسور فلو فبالتالي هي عباره عن فولي كونكتد ليش فولي كونكتد لانه تعال انت تطلع على الرسمه هنا هذا النيورون موصل بكل النيورونز في الطبقة اللي بعديها عشان هيك بنسميه fully connected فبتلاقي المصطلح هذا FC أو Multi Layer Perceptron بتعرف انه شكل الاركيتكشر زي هيك لانه انا عندي هنا بقدر انه انا احدد ايش هي الاركيتكشر بالضبط لازم ايش لا ممكن في الكونفولوشن لا الوضع بيكون مختلف بالضبط لانه هنا انا في عندي لايرز مختلفه لايرز المختلفه هذه الكونكشن تبعتها مختلفه هذا الكلام وين حنشوفه في الكيراز دوت لايرز في الدوكيومنتيشن افترض انه هنا layers وتحديدا هذه التوتوريال اخليها كيراز دوت layers بالضبط فبيجيب لي اياها ايش في عندي layers في عندي layer كتير في عندي من ضمن اللاير اللي هي الدنس وينها هاي اللي هو just regular densely connected neural network في عندي الالستيام في عندي جي ار يو الالستيام اللي هو long short term memory هذا الكلام حنشوفه في الريكرنت هاي كلام حنشوفه في الريكرنت بالمناسبه في 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 انا حاطط لكم رابط هنا عشان تشوفوا النتورك هاي هذا تشيت شيت لكل شيء يعني تقريبا فهنا هذا تنسور فلو بايثون بيزكس هاي النيورال نتوركس نيجي نروح على النيورال نتوركس خلي بالكم في انا عندي سيل مختلفة هذه السيل عبارة عن باك فيد هذه السيل اللي باللون هذا عبارة عن انبوت هذا نويزي انبوت يعني ممكن تكون الفاليو فيها ديستورشن او مش موجوده هذا هيدن سيل في هنا عندي ميموري سيل معنى ذلك انه جوا السيل هاي السيل انا مقصود بالسيل هي عباره عن نيورون جوا النيورون هذا بيحفظ معلومه وهذه مستخدمه في الالاستيام هنا بورجي لك شكل الاركيتكتشر كيف حتعمل زي هدول كيف؟ مش سامع يعني انت سامع سامعك انت بتقول وتطلع عليك انه انت تفهم بس ابدا لا انا اطلعت عليك وشفتني قلت لك تمام يا استاذ تمام يا استاذ صح ولا لا؟ يعني بس المرة الوحيدة شفتك لا انت يعني مش خلينا هاي طفل ايضا المحاضرتين وككود احنا حنشتغل نظام ريسيبيز يعني زي نظام وصفات نظام وصفات وبنعدل على الكود يعني مش حنبني الكود من الصفر يعني وبس انا بهمني احنا نفهم المفهوم ليش لانه